مساء الخير. مع انحسار المنخفض بتحول الطقس لخريف مستقر. جونا لبكرة غائم جزئياً ودرجات الحرارة بتتسجل على الشكل التالي. مثل العادة منبدأ من عكار عم بتسجل 17 درجة، طرابلس 18، العاصمة بيروت 19، وصور 19 درجة. ننتقل لبعلبك 11، اللقلوق عم بتسجل 9 درجات، زحلة وجزئين 12 درجة. نسبة الرطوبة ساحلاً بتتراوح بين 50 و70%. الرياح السطحية جنوبية لجنوبية غربية سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر مائج. خلينا نشوف تفاصيل الأيام الجاية. لنهار الثلاثاء الأربعاء والخميس جونا غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة يلي بتسجل 19 درجة لنهار الثلاثاء، 20 لنهار الأربعاء، 21 لنهار الخميس. لنهار الجمعة جونا بتابع غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار متفرقة مع استقرار بدرجات الحرارة يلي بتسجل ساحلاً 21 درجة. هيدي كانت أخبار الطقس للنشرة المسائية. تصبحوا على خير.